البطاريات. ولذلك لعب المسجد دور كبير. ولما كنت مدير الشؤون الدينيه بين قوسين كنت اقول للائمه اقيم الامام بمدى تاثيره على المحيط. قل له ايها الامام سيدي اذا عندك في الحي مثلا افه المخدره انظر كم نقصت هذه الافه من خلال دروسها. واشتغلت مع اليونسكو في ولايه عنابه في تجربه رائده. اليونسكو تقدمت الي بطلب قالت اعطيك جميع الوسائل وانت تختار مجموعه من المساجد يخطبون يوم الجمعه حول النظافه وتعرفون ان ليس هناك دين في الاسلام بدا بالنظافه الى الاسلام. حتى معظم الكتب تبدا بالطهاره ما عدا الشيخ بخاري خالف فبدا بموضوع باب سبك العلم العمل. هذه المنظمة أعطتني فعلا الأموال والمواد واخترت مجموعة من الأئمة يخطبون يوم الجمعة حول النظافة. ثم بعد الجمعة يلبس الإمام لباس خاص ويقود معه مجموعة من الشباب ومن المصلين وتعطى لهم الوسائل الخاصة بالنظافة ويقومون بتنظيف الحي. ثم مسابقة لحول من هو أنظف حي. هذه تجربة فقط لو نطبقها على المخدرات أو على الخمور إلى آخره ولا تترك لها. صدقوني أتترك لها. فعلا اليونسكو هذه المنظمة اشتغلت معي في تجربة لكن للأسف أوقفت المشروع بعد ذلك وزارة الشؤون الدينية. قلت بأن المسجد له دور فعال. لماذا؟ لأن الإمام عندما يتكلم من فوق المنبر والمتلقي عندما يتلقى بقناعة إيمانية برسول. وبعض الدراسات اليوم التي قام بها الغرب وجدوا بأن الخطاب المسجدي له تأثير عظيم وكبير في المستمعين. لماذا؟ لأنه ينبع من قدسية القرآن ومن السنة المطهرة بخلاف أي كلام آخر لا يؤثر هذا التأثير ولا يكون له يعني نتائج إيجابية. وتعرفون قضية تحريم الخمر أمريكا صرفت الملايير لم تستطيع ولكن لما نزلت الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأحزاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا انتهينا وتعرفون القصة. لأن هناك تغيير داخلي. فنحن لو ربطنا أبناءنا بهذه المقاصد العظيمة للخطاب المسجدي للأخلاق الدينية لما كانت هذه الكوارث التي استمعنا إليها في الصباح. أشرت في هذا العنصر وظيفة